والله بالنسبة لمحطة الخاز مهمة جدا لبلدتنا بتولى، خصوصا ان المحطات عندنا بعيدة من هنا. لازم المنطقة هي يكون فيها محطة غاز، لانه صعوبة الوصول للمكان، لازم نقعد مرات اسابيع، يعني بالاسبوع كمان ما بتصلنا الغاز. كل سنة بصير عندنا مشاكل كثيرة من شغلة الغاز، دائما المواطنين بننقطع في موسم الشتاء خاصة. احنا بحاجة لمحطة غاز، يعني محطة الغاز بتساعد المواطنين، بدل ما انت تطلع الخليل مثلا تعبي جرة غاز بتاخذ معك مسافة. طبعا احنا هذا المنطقة تحت اللي هي تمتد من اذنا لحدية صريف، هنا لا يوجد فيها تابعات غاز. لما بتكون المحطة موجودة هنا في البلد اكيد رايحة تكون التكلفة اقل، وهذا بيخدم الجميع. احنا بحاجة لمحطة غاز في هذا البلد، كون وضع المحطات بعيدة عنا في بتمر في الخليل. طلبت من الحكومة تحققنا هذا المطلب، وإن شاء الله نكون في البلد محطة مشروع غاز. كمواطن يعني أنا من هذا البلد بطالب أن تكون محطة جيدة تخدم البلد وتخدم القرى المجاورة. طالب في هذا المشروع إذا بيصير فهو استثمار للبلد. مطالبتي أنه تكون في محطة غاز في بتولة أو في أي منطقة اللي يعني تكون كفؤ واللي تسدد حاجة المواطنين. احنا كبلدية عندنا قطعة أرض مساحتها تقريبا 3 دونمات موجودة في المنطقة الصناعية، قدمنا طلب أنه نعمل محطة لتعبئة الغاز، عملنا جدوى اقتصادية كاملة لمحطة الغاز كلفتنا، بعثنا كتب لوزير الحكم معالي وزير الحكم المحلي، كتاب بداية شهر 1 وكتاب شهر 2، إجانا رد من معاليه أنه قدموا أوراقه لهيئة البترول، فجمعنا هاي الأوراق كلياتها المطلوبة وتواصلنا مع هيئة البترول. هيئة البترول حكت أنه الآن كل الأعمال زي كل المحطات كلياتها مجمدة، وكتيش بصير احنا بنحكي عليكم وبنخليكم تقدموا الطلب، يعني تجددوا الطلب وتقدموا كمان مره. احنا عملنا يعني جدوى اقتصاديه من صريف حتى ادنا، هاي منطقه بتولى منطقه وسطيه، ما انها منطقه وسطيه ممكن تخدم هاي المنطقه كلياتها اللي هي بتعد اكثر من 100,000 نسمه.